سنتناول هذا في موضوع آخر، لكن أنت أثرتي نقطة رائعة وهو قضية أنه اللون النسائي أو الفن النسائي اليمني فعلا من الستينات وكمان الخمسينات وكانوا بارزين، بس قلة. هذه هي طبيعة الحياة وطبيعة الصوت النسائي النادر في الوطن العربي عموما. يعني كنت أعرف زمان أو سمعت أنه كان في اثنين ثلاثيات في عدن يسموهم الثلاثي، لأنه ثلاث سيدات، الثلاثي اللامع، هذو كانوا في منطقة عدن، وهم صباح منصر ورقبة سودان ونبيها عزيز. ونبيها عزيز نعم. والثلاثي المرح ساعة يسموه، واللي كانوا بالشيخ عثمان اسمهم عبد العزيز وخالد، أنا مش عارف اسمه طبعا قديمات، بس أنا أحب أعمل تاريخ لهذا الكلام. وبعد كذا جت وفاة سعيد وعملت ما يهزك ريح يا هذا الجبل، ودخلت المحبة بالرضا مش بالعدامة، ودق القاع رقبة سودان، رائدات فرحية صغيرة، ماجدة نبي وإيمان كثير. ممكن بس يعني لو قاطعتك شوية بالأمور هذه، أنا أقسم الجيل الرائدات في اليمن إلى ثلاثة. تفضلي. الجيل الأول الرائد اللي قلت عليهم، واللي هم الأخت رقبة سودان وصباح منصر ونبيها عزيم، هؤلاء القديمات. الجيل اللي بعدهم الفنانة طبعا والحبيبة الفنانة أمل كعدل والفنانة ماجدة نبيه، فتحي الصغيرة قبلهم، لا فتحي الصغيرة قبلهم من الرائدات. بعد كده جت الأخت الفنانة الكبيرة أمل كعدل والفنانة ماجدة نبيه، هذول نفس الجيل، ماجدة نبيه ووفاء أحمد، وفي كفاءة عراقي كمان، الفرقة عارفين الأمور هذه، مثل ما كان في عراقي أيضا غنت. وبعدين الجيل الثالث، لا لا الجيل الثالث، الجيل الثالث اللي هم منى همشري الله يرحمها الفنانة. نعم. نعم. الله يرحمها إن شاء الله. وعندنا أيضا إيمان إبراهيم ما ننساهاش، وأنا واحدة، وأنا واحدة أيضا من ضمن هذا الجيل الجديد. طبعا في عدن نتيجة للتطور اللي كان فيها وللرصد الفني بالمقاييس العلمية، التلفزيون كان سباق طبعا، كان أكثر من قبل أي دولة عربية، والإذاعة، الإذاعة كان لها دور رائع ولا زال إذاعة عدن في التسجيلات والتلفزيون أيضا، فتم الرصد في جنوب الوطن كما كان يسمى سابقا، في شمال الوطن أو المناطق في نجمات أيضا ورائدات، منى عبد الله، منى علي، نبات أحمد، تقي الطويلة، نجاح أحمد. قال جيل الجديد الآن، وفايزة عبد الله نعم، جت نجيبة عبد الله، احنا بنضم الآن، ورويدة وروينة ونشوة وأروى، أنا حقول الكل، وصفاء وجميلة ساعد وأنغام، يعني ما شاء الله هذا يثبت كأنه في ثروة من الأصوات النسائية الرائعة. الحمد لله. بس في مشكلة صديقتي نشوة، هل لازم يكون عمك فنان أو ملحن؟ أبداً. أو عشان تظهري، هل لازم واحدة تزوج مطرب أو مغني أو ملحن عشان أعمل لها ألحان أو ما تظهر؟ لا 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 أبدا. يعني الآن أنا مثلا أقول لك على المستوى الشخصي، يعني إذا كان الفنان الموسيقار بن غودل لم يؤمن في يوم من الأيام أني عندي هذه الموهبة، مستحيل كان يقدم ألحان ويعطيني إياها. وفي الأخير الحكم للجمهور، بالضبط الحكم للجمهور، يعني إذا كان ملاقاش في الفنانة هذه موهبة، صدقني لو كان عندها ما مش حيلحن لها. أيوة، مثل أحمد قاسم ما لحن لزوجته فتحية الصغيرة إلا لما كان عندها الإمكانيات الصوتية. طيب إيش رأيك تذكرينا بهذه المحطة؟ والله يا ريت. الأخت فتحية الصغيرة. نعم. أنا أعتبرها الأم فتحية الصغيرة. نعم نعم. لأن هي تعتبر صديقة، كرمت الحمد لله، الدولة كرمتها. يعني إذا هذا يقال، يعني نقول أيضا أن في نهضة ثقافية، وشكرا لوزارة الثقافة. نعم. ووزارة الإعلام أنهم بدأوا ويهتموا بالحركه النسائيه. هذا الحمد صح. لله هذا صح. وهذا يعني وانت تستاهل كل خير صح، لانه مجهود كبير ومجهود رائع، ولا يمكن الاستغناء عن الاصوات النسائيه والدور النسائي في اي مجال، فما بالكم بالفن. اللي اعطيني فن اعطيك شعب، واعطيني مسرح اعطيك ثقافه، فاحنا عندنا فعلا فنانات عظيمات. نسمع للاستاذه فتحية الصغيرة، وانا شخصيا احبها كثير، واحب امل كعدول، واحب كل الفنانات، لكن هي استاذه وتستاهل كل خير. ونسمع عليك يا سامع من الصوت، ونشيل نسمع صوتك فتحية، لكن سنسمعه بصوت الصوت العذب. تحية لها، تحية لها في بلد المرأة، هي طبعا في بلد الاغتراب، هي عايشة في بريطانيا. نعم. الله يعطيها العافية. نعم. وتحية لها أوجهها طبعا، احنا فتحنا عيوننا على أغانيها. نعم. وعلى جماليات ألحان أحمد قاسم. صح. بلسان فتحية الصغيرة. نعم.